السلام عليكم بنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير ونتمنى لا فيديو ديالي تلقاكم بخير وعلى خير. المهم لا فيديو ديال اليوم غادي يكون غاليت ولا حلوه ولا والله ما عرفتش كل واحد اش كيقول ليها ولا غريبه. المهم غادي ندير لكم غاليت اللي كيجي ساهل بزاف بزاف بزاف، يعني وما فيش المقادير كثير. عندنا هنا كيف كتشوفوا جوج بيضات. المهم انا غادي نبدا كنخدم وفي نفس الوقت كنقول لكم المقادير. المهم هذا راه ساهل بزاف حيتاش انا دائما يعني ما كنحاول ندير غير الحوايج ساهلين، ما كنبغيش ندير الحوايج اللي فيهم تمار هكا، يعني هادو ساهلين اللي غتحضروهم دغيا. كيف قلت لكم البنات عندنا هنا جوج بيضات، غادي نزيدهم كاس ديال السنيده ديال العنبه. كاس العنبه غادي نخلطو مزيان. ندوب لينا هاد السنيدة شوية، صافي غادي نزيدوها الزيت، كاس ديال الزيت حتى هي ديال العنبة. المهم أنا عندي هاد الكيسان هادو راه قد الكيسان ديال العنبة، نتوما اللي عندو الكاس ديال العنبة يعبر كاس العنبة. غادي نزيدو فانيا، فانيا وحده، غادي نزيدو قبيصه ديال الملحه غير شويه، غادي نديرو قشور ديال الحامض. المهم هنا عندي قشور حامضه وحده اللي درت. غادي نزيدو العسل، العسل اللي عنده هكا العسل هكا في قرعه يدير جوج معالق، انا عندي هادو غادي ندير جوج منهم. عندي هاد العسل حر جمد بزاف هكا. كاين اللي كيديرها البنات بالكونفيتور، مي انا العسل جاني حسن، العسل تيكون مذاقو احسن. غادي نخلطو مزيان حيت الصورة عندي هداك العسل جامد شوية، فغادي نخلطو. نخلطو مزيان انا حتى يدوب تيولي كيبان ليا مبقاش. شوفوا هاد العسل راه تيعلكها، تيخلي هاد الخليط معلك. صافي دابا غادي نديرو دقيق حسب الخليط وجوج خمارات، عندنا جوج خمارات دقيق حسب الخليط. نديرو خمارات هادو مليحين، غادي ندير
الخليط كل وحده و شنو دير حيت كل واحد والدقيق ديالو كي كيكون كان الدقيق اللي كيشرب وكان الدقيق اللي لا. غادي نطيب هادي نقدم بيدي شويه غير كتجمع ما كديكوش على البنات غير كتجمع هكا صافي المهم البنات باش ما غاديش نطول عليكم الفيديو انا غادي نخليكم حتى نجمعها كامله ونرجع لكم ان شاء الله. المهم البنات كانت هذه العجين ديالي كيف كتشوفوا دابا غادي نبدا نكورها ونديرها في الطاوه. خديت هنايا هكا الطاوه ودرت فيها درت فيها ورق الزبده وخديت الزيت هنايا الزيت باش غادي نوريكم شنو غندير. غادي نشد هكا الزيت غادي ندهن بحال هكا في يديا وغادي نهز هكا هكا الكرات كندير لهم ها. المهم التقاد اللي بغيت انا درت هكا هاد التقاد هادي اللي بغى يدير كبر كيدير كبر صافي وكنحط في الطاوه هكا. كنتيسعو هما البنات شويه لانه كيتنفخو وصافي كنكرر هكا. المهم هكا كنبقى كنخدم بالطريقه هادي وكندير هكا كنعاود ثاني كندير الزيت في يديا ملي كنشوفو نشف كبيره. ممكن تحاولوا ديروهم قد بعضياتهم ماشي يجيكم كبير وشي يجيكم صغير. المهم البنات انا غادي نكمل الطاوه ونرجع لكم صافي البنات. كيف شفتوا هنا انا قرصت هادو كندير ايدي في الزيت وكنقرص هكا شويه ممكن نحاولوا نخليهم بشكلهم. المهم انا درتهم شويه صغيورين هما كيجيو كبار يمكن احسن. كل واحد كيفاش كيعجبونا دائما كتعجبني حاجه صغيره. صافي دابا غادي ندير الفران يسخن بيد ما سخن الفران انا غادي ندهنهم لازم نشعل الفران نرجع لكم. صافي البنات شعلت الفران هنايا عندنا درت هنايا صفر ديال البيضه وجوج ديال نسكافيه انتوما اي قهوه سريعه الذوبان ممكن ديروها صافي. انا حيت عندي نسكافي درت زوجات ودابا غادي ندهنو البنات. المهم هكا غير باش يجي اللون كحل غادي ندهنهم هكا.
هما انا غادي نكمل الدهين، ما كنبغيش نبقى نطول عليكم البنات، المهم راكو عارفين. المهم انا غنكمل الدهين ونرجع لكم. صافي دابا من بعد ما دهنتهم فانا غادي ناخذ فرشات وغادي نبقى نزوق هكا باش هكا يجيونا مزوقين بالطريقه اللي بغيتو نتوما. باش كيجيو هكا فيهم التشراط كيجيو زوينين. كل وحده كي درت لها نطيح الكاميرا وصافي البنات دابا غادي نخشيهم الفران من بعد ما سخنتو. صافي دابا غادي نخشيهم الفران حتى نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. وكان البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكاليت ديالنا، كيجي رائع بزاف ورطب بزاف كيف كتشوفوا، وكيجي زوين وكيتحضر في ربع ساعه يعني دغيا كتحضريه، ما فيش قوه التماره بزاف والتعطال بزاف، يعني حتى كاع يبغي يجي عندك شي حد وتوجديه، يعني غير يعيط لك يقول لك انا جايت دغيا تعجنيه وتوجديه. بالنسبه للكميه البنات فهذه هي الكميه اللي خرج ليا كاملها، يعني ما زدت ما نقص، يعني هذه هي الكميه كامله حطيتها لكم باش تعرفوا نيت القياس اللي كيخرج. المهم التبصيل زوين هكا الا بغى يجي عندك شي حد وصافي. وما تنساوش البنات ديروا جيم وتابعوا معايا وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وشكرا، باي باي.